الرئيس الأذري المنتهي ولايته إلهام علياف يلي بصوته في الانتخابات الرئاسية التي تشهدها بلاده والتي يرجح أن يفوز بها بولاية رئاسية ثالثة من 5 سنوات بعد أن خلف والده في 2003. أكثر من 5 ملايين شخص يشاركون في هذه الانتخابات التي يشرف عليها أكثر من 50 ألف مراقب محلي ودولي. ويبدو الفوز مضمونا للرئيس المنتهي ولايته إلهام علياف، حيث تشير استطلاعات الرأي إلى حصوله على أكثر من 80% من نوايا التصويت. هذه الخبيرة تقول: من المحتمل أن يبدأ التلاعب بالأصوات عند إغلاق مراكز الاقتراع، ولكن قبل ذلك كان هناك التصويت الممنهج. لقد تلقى العديد من المسؤولين بطاقات اقتراع جاهزة وتلقوا تعليمات بوضعها في صناديق الاقتراع والعودة بالبطاقات الفارغة إذا كانوا يودون الحفاظ على وظائفهم. المعارضة الأذرية نددت بحملة قمع منذ اقتراب موعد الانتخابات على خلفية توقيف العديد من المعارضين، إلا أن أنصار علياف يشددون على أن حصيلة أدائه الاقتصادية مهمة جدا على خلفية ارتفاع مستوى المعيشة بشكل منتظم في السنوات الأخيرة.